اهلا بكم من جديد. قبل بس ما اقدم ضيفي العزيز اللي انا سعيده جدا ان التقي به بعد فتره طويله، يعني بلغني الان من مصدر بالمجلس العسكري ان المشير طنطاوي قد اتصل بالفعل بفضيله الامام الاكبر شيخ الازهر وطيب خاطره ووضح له يعني ان ما كانش فيه اي قصد لما حدث في يوم السبت في جامعه القاهره، ومع تقديرنا طبعا للمكالمه اللي قام بها سيادة المشير، لكن الحقيقة هو برضو الرئيس يجب أن يعني يستقطع من وقته 5 دقائق ويتصل بي، لأن المشكلة لم تكن في ترتيبات للمجلس العسكري، لم تكن ترتيبات للمشير طنطاوي أو لمن معه، ولكن كانت للرئاسة. لو كانت الرئاسة هي اللي بتنظم ده أو الحرية والعدالة، لو كانت الحرية والعدالة هي التي نظمت الأمر. 5 دقائق يا دكتور مرسي ما أعتقدش أن هم يعني هيؤثروا كثيرا على الأمور يعني. أما لكن المشير طنطاوي اتصل بشيخ الأزهر ويعني طيب خاطره، وبنشكر له هذه المكالمة. ضيفي العزيز ليس فقط لم يكن فقط وزيرا للاقتصاد، لكن الحقيقة قيمته الأساسية أنه عفوا وزيرا للمالية، لكن قيمته الأساسية أنه خبير اقتصادي دولي. هو مش خبير فقط في مصر، لكن رجل تدرج في مناصب كثيرة، يعني كان مرشح لمناصب كثيرة، شغل آخرها وزيرا للمالية في مصر في عهد وزارة شفيق الأولى والثانية، وأيضا بدايات وزارة الدكتور عصام شرف. شهد مشكلات كثيرة، عقبات كثيرة، هنعرف منه شهادته على هذا الوقت، ونعرف منه شهادته على هذه الفترة، لكنه في الأهم هو خبير دولي في التنمية والتشغيل. وعندنا يعني جماعة خبراء يجب دايما أن احنا نقدرهم ونضعهم في مكانهم اللائق، حتى لو ما كانوش في الحكومة، أحيانا خارج الحكومة بتكون قيمتهم أكبر. دكتور سمير رضوان أهلا بيك. أهلا بيك، كل سنة وانت طيب. وانت طيب، انت عشان سنة يعني على عمر البرنامج أشكرك. مرسي. يعني عندما تنظر الآن ل الوضع السياسي والاقتصادي وهما متشابكان، هل يقلقك بصراحة وصول رئيس من التيار الإسلامي أو الإسلام السياسي أو الإخوان المسلمين إلى قمة السلطة في مصر لأول مرة؟ ده ممكن يكون له تأثير على الاقتصاد، ولا بصراحة ممكن يؤثر إيجابيا بالاستقرار وأمور إيجابية أخرى؟ هو شوفي، أنت حطيت صبعك على أهم عنصر وهو الاستقرار. نعم. لأن في 18 شهر الماضية أنا كانش عندنا استقرار، وده من طبائع الأمور، والناس بتزهق وتقول لك 18 شهر دي مش كتيرة يعني، لكن المهم هو استعادة الأمن والاستقرار. بعد كده سواء بقى جاء في الحكم إسلامي أو غير إسلامي أو اتجاه علماني أو إلى آخره، في حاجتين مهمين. الحاجة الأولى، ما هو البرنامج؟ ولابد أن يكون هناك برنامج، وفي رأيي أن الدكتور مرسي يعمل طيب جدا لو طرح برنامج اقتصادي تنفيذي. لأن النهضة، برنامج النهضة وأنا موجود معايا وقريته باهتمام شديد، هو نوايا طيبة ولستة. نوايا طيبة ولستة، وبرنامج انتخابي. احنا بقى دلوقتي ما بعد الانتخابات، فيا حبذا لو ان احنا عندنا برنامج تنفيذي باكثر ما يكون من الدقة، ومجموعة من الخبراء، والبلد زي ما تفضلت مليانة خبراء، ونجيب خبراء حتى من الخارج كمان يشاركونا، من البلاد العربية، من الدول الاخرى والمؤسسات الدولية، ونناقش هذا البرنامج، برنامج تنفيذي. احنا عاوزين ايه وازاي هنعمله وازاي هنموله. دي نقطة مهمة جدا، ازاي هنموله. دي حاجة. الحاجة التانية، ان الامور ما عادتش تحتمل ان احنا نصرف الوقت في تسمية الامور بغير مسمياتها. بمعنى ان يعني لا، ده نظام مثلا مصرفي اسلامي، ده مش عارف ايه، ده مش هيودينا في اي مكان. الحقيقة مش هيحل المشكلة الاقتصادية. المشكلة الاقتصادية في مصر هي مشكلة معروفة، هي مشكلة
كل الدول اللي مرت بفترات التحول، أنا شفتها في شرق ووسط أوروبا، في الاتحاد السوفيتي السابق، شفنا فترات التحول دي لها قوانين معينة ولها أساليب معينة للخروج بشكل ناجح من فترة التحول. ما نفرقش بقى الوقت إن ده يعني ما نضيعش وقتنا في قانون جديد للبنوك مثلا. لا البنوك ده الإسلامية، لا ده بصي قريت أكيد حضرتك مشروع القانون. تعرفي أكبر مسيطر على البنوك، على البنوك الحركة المصرفية الإسلامية، دويتشا بانك بنك الألماني. بنك الألماني. فدي لأن دول ناس ناصحين ولا آخره، أنتوا عاوزين تسموها كده سموها مرابحة. لكن هي في نهاية اليوم يا سيدتي لقد خضنا هذه المناقشة في 1920 لما المسكين طلعت حرب حب يعمل بنك وحب البنك ده يمول وقالوا له داربة، وطلع شيخ الأزهر وأنصفه في 1920. يعني احنا بقى داخلين على 100 سنة، فما يجيبش بقى ايه ان احنا نعيد فتح مع كامل احترامي لكل ده. المشكلة في النظام المصرفي انه نظام مصرفي متقدم بيتعامل مع العالم الخارجي، ما يجبش ان يكون فيه لجنة شرعية قاعدة في كل بنك. هي دي العقبة الأساسية. وفي دول زي مثلا المملكة السعودية البنوك بنوك ماليزيا، تركيا، اندونيسيا، مش دي دول إسلامية؟ والدول الإسلامية لكن كثيفة السكان. مشروع قانون البنوك كما تقدم مثلا في مجلس الشعب، والحقيقة الحمد لله ان احنا يعني ما لحقناش نناقشه، كان فيه شيء أخطر، الجور على استقلال البنك المركزي. أتفق معاك تماما. ليه؟ لأن احنا من 2004 إلى الآن إذا كان هناك نقاط مضيئة فهو تحقيق استقلالية البنك المركزي والحفاظ على الجنيه رغم كل المصاعب اللي احنا مرينا بها في الفترات دي، مش بس من النهاردة، لا من 2004. دي يعني إدارة حكيمة وأساسها هو استقلالية البنك المركزي، وكل العالم بيتجه إلى استقلالية البنك المركزي. لما دلوقتي بنتكلم في الموازنة الجديدة، أكيد حضرتك يعني بصيت عليها أكيد مع حضرتك طبعا، 15% علاوة هيمولها منين؟ هي يعني أنا عندي ملاحظة عامة على الموازنة. اتفضل يا فندم. الموازنة دي تمثل الماضي. بمعنى إيه؟ يعني حتى الموازنة اللي أنا عملتها كانت إلى حد كبير برضو تمثل الماضي. أنت مكبلة بموازنة حجمها 500-600 مليار. يعني تتكلمي في 100 مليار دولار. ده هذه الموازنة لن تحقق طموحات هذا الشعب. بس عشان نبقى ايه يعني لو ببص للمستقبل بقى ونتخطى الكلام ده، يبقى هذه الموازنة هنقعد ممكن نلعب هنا في الحته دي شويه. طب يبقى الحل ايه؟ ما هو ما يقدرش يصرف. الحل ايه؟ الحل هقول لحضرتك حاجه للنقطه 15%. بس الحل ايه؟ الحل ان الكعكه لابد ان تزيد، حجم الكعكه لابد ان يزيد. هتزيد ازاي يا دكتور؟ يعني هنستلف اكتر؟ لا هقول لك، او نستلف. انا ما عنديش مشكله في الاستلاف. ما فيش رجل اعمال او مشروع ناجح ما بيستلفش. الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستلف في العالم. كويس، هما بس الصينيين اللي بيوفروا 42% من دخلهم القومي. بس الحرية والعدالة الحزب الحاكم رفض الاختراط، رفض. وحضرتك عارف أن المجلس العسكري على وقت حضرتك عندما كنت عزيمة رفض قرار صندوق النقد. دي لها ظروفها، والحرية والعدالة لما تناقش مع بعثة صندوق النقد الدولي رفض، لأنه كان منتظر هو يجي للحكم ويشوف ترتيب هذه الموازنة، هل فيها إمكانية للتوفير، هل فيها إمكانية لتغيير الموارد من جزء إلى جزء. لما يجي وزير مالية جديد هيكتشف أن هذه الموازنة هي موازنة القميص اللي بيكتف، straight jacket. It's a straight jacket. أهي قدامي بالبند
وزاد هذا القميص تكتيفا نتيجة للسنة ونص والمصاريف، ونيجي بقى ال 15 ما هي دي بتزيد هذا الضغط. هيمولها منين يا دكتور؟ ليه بقى هيزود بند الأجور اللي هو وصل 136 مليار في الموازنة الحالية، هيزوده ب 3 مليار هتبقى 140 مليار. هي الفكرة ايه؟ الفكرة انا كنت اتمنى دي ما تحصلش، مش لان ضد زيادة الأجور، لكن احنا لابد ان نفعل المجلس القومي للأجور اللي هو ما اشتغلش من يوم اتخلق. ما اشتغلش ليه؟ لان احنا ما خدناهوش بنوع من الجدية، وعطينا للقطاع الخاص مجاله ومركزه في هذا المجلس. كان بيجي ناس كده واتحاد نقابات عمال محدش يعني بياخذوا مأخذ الجد، والحكومة وزارة ممثلة في وزارة التخطيط. لا، المسألة بقى لازم تتاخد جد. لما اتكلمنا احنا على خطة لإصلاح نظام الأجور في مصر في على 5 سنوات، بداية بالحد الأدنى للأجور 700 جنيه ونتدرج سنة بسنة، هو ده كان المقصود. ما تجيش بقى علاوة يا ريس، لابد أن ينتهي هذا الكلام. بس يقعد المجلس القومي للأجور اللي هو بيمثل العمال والقطاع الخاص والحكومة كل سنة ويقول تضخم السنة اللي فاتت، يبقى إذن أرفع الأجور بهذه النسبة أو أقل حاجة بسيطة عشان التضخم زي ما حضرتك عارفة التضخم. دكتور رضوان، لماذا رفض المجلس العسكري قرض صندوق النقد الدولي في في عهد حضرتك ثم قبله بعد ذلك؟ والله شوفي، بأمانة شديدة كان في عاملين. العامل الأول، وده اللي اتقال مباشرة وبمنتهى الشفافية، إن احنا ما نحبش نسيب البلد مديونة في هذا الهاجس، وأنا بحترم. أنا كنت داخل في موازنة توسعية، ورأيي الآن هنيجي للجزء الثاني من سؤالك، رأيي الآن لابد أن يكون عندنا موازنة توسعية. الموازنة دي مش هتلبي أي هدف من أهداف الثورة. طيب، ده العامل الأول. ده العامل. العامل الثاني إن في ناس ما هماش مهنيين وبينصحوا وبيدوا نصائح، ما هماش عارفين بيتكلموا عن ايه. مين يا دكتور؟ لا يعني مش هشخصن الامور. لا بس انا قريت لحضرتك حوار في المصري يوم تتحدث عن دور الوزيرة فايزة بنجة في ذلك. ما احبش اشخصن الامور، ولكن كان هناك ناس هي غير متخصصة وغير، وبالعكس كانوا موافقين، لان دي مش موازنة سمير رضوان، دي كانت 4 مرات نوقشت في مجلس الوزراء على أعلى مستوى، كان مناقشات وكانت هناك موافقة جماعية بما فيهم الوزيرة فايزة بنجة. طبعا هي اللي كتبت الطلب من البنك الدولي لأول الجزء الأول. ليه غيرت رأيها وقالت للمجلس الله أعلم أمريكي. هي تسأل فيه، هي تسأل فيه، لكن ده ضيع مننا فرصة سنة أو أكتر، لأن احنا اتفقنا والناس رحبوا بينا في إبريل 2011 في واشنطن ترحيب لا يخطر لك على بال. وأوباما قال لنا في دوفيل، قال لنا احنا وراك واحنا واقفين ورا مصر، واقفين ورا مصر. طيب، ففي الحالة دي انا كنت من 10 أيام في اجتماع بيكرموا فيه المرزوقي بتاع رئيس وزراء تونس في بولندا، وبيدوا له جائزة الحرية. تونس مشت، ولذلك اللي بتطلبه بتاخده. هو يعني عشان بس نيجي للمسائل للأساس، يعني مش الأشخاص. قالت الوزيرة فايزة بنجة وقتها انه ده قرض يأتي على كرامة مصر. رجعنا بقى لما الناس بقى بدأت تفهم، لما قالوا له روح للإخوة العرب، رحنا للإخوة العرب ووعدونا الوعود المعروفة، لكن ما جاتش، لأن كل وزير مالية عربي اتكلم معايا كان بيقول لي مضيت مع الصندوق. أصل الإمضة مع الصندوق دي معناها اطمئنان، مش مشروطية، شهادة إنك عندك مجموعة من السياسات هتطلعك من عجز الموازنة ده بحلول سنة كذا. فأنا كان خطتي
ان اخرج من عجز الموازنه ارجع يعني الوضع الطبيعي اللي هو حوالي 6-7% من الناتج القومي الاجمالي بحلول سنه 2015 وحطيتها على الموقع الالكتروني للوزاره. هل بالفعل كما قالت الوزيره فايزه بنجا كان في شروط مكحفه؟ اطلاقا اتحدى وانا معايا الشروط، والدكتور فاروق العوده كان موجود معانا هذه ومجلس الوزراء اعطي نسخه كامله من هذه. هي مش شروط، هي ايه؟ انت عارفه اقتصاديه وعارفه دي ما هي سياساتك عشان برنامج. توصل هو برنامج تلتزم به مصر. فاحنا من حسن الحظ ان عندك ناس بتعمل برنامج مصري والناس على فكره بيسعدهم هذا، سواء في الصندوق او في البنك او في البنوك الاقليميه بيسعدهم جدا ان يلاقوا ناس بيقول له ادي برنامجي تعالى ساعدني هنا. لو انت وزير الماليه دلوقتي قبل ما اخرج فاصل تسرع ب قرض صندوق النقد الان؟ امبارح هخرج فاصل يا دكتور، وبعد الفاصل نواصل هذا الحوار. إذا قرض صندوق النقد كما يتحدث دكتور سمير رضوان لا كان فيه شروط ولا مكحفة ولا كرامة مصر ولا أي حاجة. لا. ليه رفضناه؟ ليه رجعنا قبلناه؟ وخسرنا سنة ونص؟ إحنا محتاجين الفلوس دي. هل كان الحرية والعدالة منتظرة إنها تأتي في الحكومة؟ معلوماتي طيب. فاصل ونواصل هذا الحوار.